على جسر اللوزية وتحت وراء الفيه، هب الغرب وطاب النوم وأخذتني الغفوية، سألوا كتير علي على جسر اللوزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. شو بقولكم يا أبوكم، القول واجف والحكي واجف وكل شيء، يعني الريج حتى ناشف نشف، كان حد ينشف ريجه؟ هذا أنا يا أبوكم. فراقكم كان صعب صعب، فراقكم ويا لومي، اللوم اللي في الدنيا كله فيه تجاهكم، ويا فضايح جل من لا يسهو. الإنسان ما بمعصوم على الغلط، الغلط وارد في كل مكان، لكن الآدمي يتعلم من أخطاء أو يتعلم من الشيء اللي يجيه، كان عدل ولا مايل زين ولا شين، والعبد يزل والمولى يغفر، المولى يغفر، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وإن شاء الله أنه ما بتكون أخطاء ثانية، وإن شاء الله أنه بتكون هذه الأولى والأخيرة إذا الله جعلنا من الحيين. بلادنا دولة الإمارات العربية المتحدة بلد قانون، وبلد ما ينهضم حق أي إنسان، لا 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 غريب ولا جريب ولا بعيد ولا اللي ساير ولا اللي جاي، حقهم مضمون في القضاء في العيشة، وحالهم حال كل من يعيش في هالدار، ما في تفرقة بيننا وبين أي إنسان في هالدار، مدام وصل إلينا صار حقه علينا، فما بالكم ولد الدار يستوي الغلط. فما يموت حق وران طالب، الحمد لله رب العالمين، ما حد ما يخطي، أخطيت أخذت جزاي، ورب العالمين غفور رحيم. فشكرا لقضائنا النزيه، شكرا لكل من وقف وياي، شكرا للحكومة الرشيدة، شكرا لقادتنا، شكرا لكل من وقف وياي في هالأزمة بالكلام الطيب بالدعاء بكل بأي شيء سواه. يعجز اللسان عن ذكر الأسماء من كثر اللوادم اللي تواصلوا وياي من صغير لين كبير، كل أكن لهم كل الاحترام والتقدير، فكل الشكر والتقدير لكل من دعالي بظهر الغيب أو وصل أو أرسل رسالة أو أيا كان، وسامحوني في كل كلمة تنزليت فيها من ابتدى السناب لين اليوم هذا. ف العذر والسموحة من جنابكم، وفي لوم ما يعلم به إلا الله، لوم اللي فيه ما في حد متلوم فيكم على فراقكم وعلى الغيبة هاي الطويلة كلها 6 شهور. والله يا أبوكم كانهن 60 سنة، كانهن 60 سنة، ما بست شهور، كانهن 60 سنة. الله الشاهد يا أبوك، حتى نقض شعر على لساني، نقض شعر على لساني من قل الرمسة، أنا وين أروم ما أرمس، أنا وين أروم ما أرمس. صلاح قول لهم سلام عليكم. بس هاي التفالح فيه. فأنا طالت أعماركم جزء لا يتجزأ من تكوينة هالشعب الجميل الفنان الطيب الراقي، فأنا أعتبر ولو 1% جهة إعلامية وجهة إعلانية، والناس كلها يعني لهم انك تكون اعلامي مش ضروري بشهاده ولا لا، الاعلامي يستوي اعلامي اذا انه قد الناس كلها تعرفه، او قد له وجود، او قد له تاثير، استوى اعلامي. فكل انسان هو اعلامي عن بلاده وعن مكانه، فتستوي للبني ادم هفوات ساعات، ساعتين دون ساعه، والغلط مرجوع. الحمد لله رب العالمين، مثل ما قلت لكم بلدنا بلد قانون، وما حد أبوي فوق القانون، كلنا أولا تحت الله سبحانه وتعالى، وثانيا أبوي تحت ظل هالقيادة الرشيدة اللي في هالدار ما يشكو من الضيق، اللي في هالدار عمره ما ينظلم لا في شرقها ولا في غربها. الحمد لله حتى حق الحيوان مضمون، وحق فمأمنين حتى للحيوان أمانة في يزر في محميات، فما بالكم الإنسان. فهذه الحمد لله بلادنا بلاد خير وبلاد رفاهية، لكن لازم يمشي ويعد أخطاء. هبي يقول حرية، الحرية لها حدود. أنا ما أقولكم أني ما أخطيت، أخطيت لكن
الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين، خد جزاي وتبرأت من شيء وأذنت بقضية العملة. العملة غلط اللي أنا سويته، أني أحط درهم على يمر، أكيد أنه غلط. لكن أنا ما كنت أعرف أنه يعني أنا أحسب أتحرى الأول العملة فقط الورقة اللي من ورق يعني، لكن أني حطيت درهم فوق يمرة وحطيت عليه عودة كان رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ودنت وخدت إدانتي، لكن برئت بكل التهم اللي ما غير اللي غير عن الدرهم هذا. المرأة أمور طيبة والحمد لله رب العالمين. وبعد كان صعب علي فراقكم في وقت الكورونا، يعني كورونا وحجر وأنا ما حد، هاي روح مصيبة بعد نص البلاء رضينا، لكن البلاء كله هاي بعلك أكبر مصيبة. لكن الحمد لله رب العالمين، بشيركم أني كنت متواجد في المولات وفي السيارات والإيات وحسب القانون بهاي يسمونه كمام هذا اللي أنا حاطنه وبالتباعد، وكلكم شافوا شفتوني في المولات وفي الأسواق وعند العرب وسير وي، ما قصرت بعمري، ما حكرت عمري. نعم وقت الحجر حجر، وقت الحظر حظر، لكن ملتزم في القانون من أول ما استوت كورونا لين يومكم هذا، وأنا أول من أشاد بالأشياء اللي هي إيجابية اللي تقدمها الدولة، تفعل الله الشر والبلاء على كل من ساعد بإنجاح هذا الشيء الكبير اللي هو الحمد لله رب العالمين دولتنا تجاوزته. خالد ألف مبروك حبيبي، وطول عمرنا احنا نثق فيك وفي كلامك، عسى الله يوفقك ان شاء الله ويعطيك الصحة والعافية وتمتعنا ان شاء الله بسناباتك حبيب قلبي. شكرا جزيلا استاذ سائد حجازي مدير صالة عرض الرنج روفر. وبعد هاي بعد هيارتنا بعد سورية بعد نطش هذا البوكي كم مكبرة. لا عد لا الرمان ترى ما بعندها بوي، هالرمان جاينا من إيراننا، أمطر شبوي من المغرب، هذا من رمان المغرب، كل المغرب حتى كل شيء حتى رمانهم طيب، قرب الله تتيلهم حتى رمان كل شيء في المغرب مختلف، كل شيء غير رمونه ما شاء الله تبارك الرحمن، أرضهم طيبة كل شيء مختلف عندهم، الله يبارك لهم. فأقول لكم هذا الرمان الرمان وهالورد من يارتنا من هالسوريا حرمة بحليها تتابعني، وعندها مشروع بعد منزلي روحها تسوي ما ادري شو ورق عنب ولا شيء هاي، وشغلها بعد فنان، وان شاء الله بصور شيء من منتجاته كدعم تكد على اسره. هلا كان شغلها بيتوتي رقم واحد الاكل الشامي اللي هو فنان، بطعمكم اخلاف ان شاء الله منه، او ما بطعمكم حش علي بصور لكم اذا الله راد. يا هي رمسه عندي ويا هو كلام ويا هي سوالف ويا هي دنيا كلم يود ابوي، تدرون متى بيود ميو اخي جهزتي بتختلف، هي والله كل شيء بيتغير، سكر التليفون بالله علي والله يا ابوكم ما صخ. اقولكم يا سوالف عندي ما شيء اكثر عنها في الدنيا، سوالف يعني ميود لكم سوالف واحداث من شعبان لين اليوم، كم شهر ستة اشهر كلها بوي سوالف ميودها لكم، وان شاء الله اني بعد لكم اياها في هاليومين الجايات ان شاء الله، اليوم وبكره، اليوم شيء سيرت شويهات بعد البحر ان شاء الله اذا الله راد. أقولكم وكل الأسئلة اللي عن الزراعة، ولا اليوم أبوي موسم الزراعة الحين أبوي درز العود، الحين أبوي العرج يضرب في الأرض رقم واحد، أنسب وقت للزراعة الحين، علوم وايدة عن الزراعة وأخبار طيبة وعن كل شيء زين إن شاء الله. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. شوفوا ما شاء الله علي وين تنبيت شويهات، توني عاد حي واصل الرسته وهذا الكتش قدامنا والشويهات هناك على مد النظر، هاي الشويهات هذه بوي المبروكة وبركرناها هاي بوي بقعتنا، هذه الشويهات الغالية اللي ما شفتها من ما أدري متى من سنين ما يطول ماي بوي، أبشركم تحاصيل أظني تسجيل ماي الفير والعلم عند الله، وهذا المكان والجو يسوى لساوي، الجو روحي يسوى لساوي يسوى نوم العين. نعم 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 جو غير نمونه، لا صار ولا استوى. يا سلام سلم، يا سلام سلم على دار ليوات، يا سلام سلم، يا الله يا رب انك تحفظها من دابه ما شاء الله.
الحجيره هذه هاي بس للمشواي. المشواي هذا طبع المشواي الاول. مشواي ما حد اللي يشوون سمك ما يشوونه في المطابخ، لازم مكان خاري. خاري شرات شرات المكان يحطون له طابوقتين شي شرقه وغربه حسب المهب ويشوون. يا غير الحين الناس تطورت يحطون الحجر، يعني حجره 3 امتار في 3 امتار حسب ما المهب، وكان تراب ولا شيات. شوف ما شاء الله الجو يا ابوك روح يمد بالاجل. اليوم عاد مشواي ومقلع. محمد السلام عليكم. سلام، كيف حالك؟ الحمد لله. شو العشاء؟ عشاء الشبيه. هي سمك مبلغ. ايش ابيض سمك مبلغ؟ وهذا وين مال مقلع؟ هذا مبلغ، هذا مقلع. زين صافي مبلغ. بس وهذا مش يا سلام. وين جايكم من يسر؟ محمد فري. محمد بن هذا محمد بن فري المحيربي. محمد بن فري المحيربي طالت عماركم بسوي حضرة في الموسم مني موسم النيسر في حب الله. كل اللي في الحضرة يدور على الفريج كامل من أول الشويهات لين آخرها. كل بيت ببيته تخطف أبوي البيكب عربانة تقلص وراء قالوصة فيها يميع السمكان. كل بيت لقن 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 كل بيت. فالله الشر والبلاء عنا وعنا هله وعنا كل من يحب ويود. وين مشواي؟ مشواي هنا. إيه ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة صافي عليه رضوان من الله. سمين؟ إيه ما سمعك. ها سمين؟ وايد سمين؟ وايد سمين. بارك الله فيك. أول ما تحطه على التاوى أزقرني. زين؟ زين بعد هاي بس بتك فيها تحدي أربع اللات. هذه طالت عماركم حجرة المشواي. حقنا على الوقت صافي صافي. أول شيء أول بادي يحطون السمك الغليظة مثلا لو شيء قباب أول شيء تنحط القبابة متسير ولا الكن عند العود ولا الشعري العود، وعقبه يحطون الشو الصافي. لكن اليوم ما شيء سمك من الكبار، اليوم سمك هذا وسيطي اللي هو على ما تشوفون القابط. قابط هي والله قابطة هذه بس قابطة وحدة ما تعطيها حد زقرني أنا. زين شوف الله عليكم الحين شوفوا بعد شوي الحين التاوة ما عليها أي شيء. شوف التاوة مرة ما عليها أي شيء بس لا ملبقة ضل ومدروع عليها شوية ملحة. لكن شوفوا بعد شوي شو بتشوفون طريقة الدهن اللي تظهر من الصافي. حطون على الفطرة كل حد أبوي في طرف أربع عمدان للمنام هذه كل حد أبوي بيقوى الطرف متر ونص قبل متر متر ونص ومترين متر ونص لا حيل لين إن شاء الله رب العالمين يخف عنا أبوي هالبلاء وهالوباء ونغدي بخير وسهالة وتركد الدنيا والناس تفتك أبوي مصدع والديانة. وحين أبوي الربع كلنا فوق إهلال بن محمد وبن حضيبة. أبوي هالرمان اللي جاينا مساع من وين؟ من عند الجماعة مزروع في المغرب وميوب أبوي من المغرب ووصل بوظبي ومن بوظبي أبوي لين شويهات. وحين أبوي كل حد أبوي خذ له أطويسه ونطعمه على فكرة لذيذ شكري وشكرا للي يابوه وشكرا للي من عنوبه وشكرا للي أعطونا إياه. وطالت عمره بد أبوي سد وبد هن ثلاث كراتين كرتون أبوي ابنه حق هلال بن محمد القبيسي وكرتونه خليناهم في البيت وكلم أبوي هذا الريال الشاب الوسيم الفنان هذا بن حضيب الطيب الريال ليودي زي بطي وكلمنا هلال وكلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. شو اليوم أقولكم؟ شوف الله عليكم اسمعوا لي أنا اسمع لو 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 لا هذا شو اللي تقاطع من الأطراف كل أبوي دهنة الصافي الشحوم مريض أبطونه بتتفتق من الشحم الصافي غير نمونة. عادة النيسر ما يعطي في الـ 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 في السمن اللي هالكثر لكن السنة ما شاء الله كواوي فايض البحر من النيسر. هي والله تشوف الله عليكم
ما شاء الله تبارك الرحمن. يلقى حبوبي يا حبيبي. هذا كله ابوي شحم شحمة البطل هذا الدحدح صار الدحدح اللي صل ما نطرنه شحمري. وهذا ابوي سمعتنا شوفوا وش قال ناضي متفتق من اطرافه من كثر الشحم اللي فيه ما شاء الله تبارك الرحمن. الغداء انا غدا بحاحير سماميج العيش ابوي هذي تشوفونها عيش لين لبشي رقم واحد وسمعت مقلحات ودهينه واتار وخل يا غير الخل ابوي ترى مبحولي. اهم شيء في الموضوع اول بادي يوم بتفت السمكه لازم تكسر الراس وتلقط ابوي عند هذا على ما تشوفون هاي سلسله الظهر. الله اكبر هذا طالت عماركم طريقه تفت السمكه ول 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 شوف الله عليكم كثر لنضوي ها يا سلام سلم ما شاء الله ها شوف الله عليكم اوه شوف الرعي شبعان مره شوف الكبد عاده هاي الكبد عاده ما يبالها لا تسويها لا واحد ولا اثنين هي وما فضل عنها واحه والله يبغى تحرها جبد صخر من زينها شوف الله عليكم ها خالد العافية. شو هالمطاميط عاد الحين اللي داخل بطنها كلها نظهرهن والسب شو لأن من دحقة المرارة اندحقت ما تمت صاحي شو شو هالشحم ها كل شحم ريج شحم ريج ها تلايا شحم عاد اللي تام في بطن الصافي وهذه عاد الشواكل والمطاميط هاي مات البطن بطن الصافي هذا أخير ما يكون هذا أخير ما يكون في الصافي ييك بالحامز ومحومض طعامه ما شيء شراك بالأخص عاد حار هاي الساعة يدخن يا سلام سلم شوفوا شوف بلوح بالحل صافي يغلي تحرون مراود صفت تحرون مراود يغد من زينة طعم ما شيء شراك ترى البلح الطري البلح يوم بيك طري الله أكبر الله أكبر طعم زينة تبارك الرحمن. تلوموني ليش يعني من أبو ظبي لهني 300 كيلو ساعة 300 كيلو جاي يا ابوك بنزين المكان مكان يجنن وبراد اناس الحين ماشي من متى من عقب العشب ويا طرفت ابوي للساحب من اول البحار اخو من قاله لين قاله من قاله لين قاله وانا اخرب الري ساير جاي اناس تليفونات وقر المسجات من المتابعين هالطيبين من كل دار وديره شكرا ابوي على هالكلام الطيب ما ربت ابوي ما بوبل ما بقدر يعني اني ارد على هالعالم كلها اسكنت ما اروم ابوي بايباله 10 ايام ابوي يكون بس الا ارد ما اروم الحمد لله هذا شيء جميل واحساس بالفخر اني يعني احب العرب والعرب تحبني شكرا لكل اللي ارسلوا لي شكرا لكل اللي والسموح من اللي ما رمت اجاوبهم او اني على الاقل ارد عليهم ما بالله سراب ورقاد له صراط كلت سمك ما قلت ما كلت لا يمت لا يم اليهل يا غير هببوي لا يمت وصرت ارقد يعني رقاد بيني وبينكم شرات الارباخ يا غير ما هان علي قلت لا والله بسير اتمشى شوية طلع جنبيلاتي الحمد لله جو على ما جو اي يا سلام سلم بشيركم ترى مرسوق قال لنا بي بضوي عليكم اليوم خميس ولا ضوء وازلنا الله روحنا انا وهلال وشيبه بن احمد وخالد بن هلال وبن حضيبه. وش حالك يا ابو محمد؟ الله يبارك فيك يطول بعمرك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ونستحج نحن والد. الله يطول عليك وخير ان شاء الله. يا ابداك وش حالك وش حال ام محمد؟ بخير مع انهم اشوف كلهم والله ان تو ما نورت التليفونات كلها والبلوك الله يرحم والديك والله والله يا ابو محمد ان نحزنه حتى التليفونات فريناهم ما نشلهم ايش حالك ايش حال العيال ايش حال صغيروني تعرفني انا عبله انا عبله عبله والله مليون مرحبا ايش حالك عبله المزوعي نعم والله مليون مرحبا اخت البداوي
يعني يبدوك يا ابو محمد حزنك عود حزنك عود الحمد لله حزننا حزن شأن امهاتنا تون ميتوت عنا.